أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. رغم فيتو فرنسا، قرر الأمريكيون في النيتو أن يتحول كما يقول بالحرف مسؤول فرنسي في وثيقة سرية معتمدة من طرف المخابرات الفرنسية، فقد تحول كوسوفو إلى إقليم تركي، والنيتو يساعد في ذلك. والنيتو اليوم يدفع تركيا إلى أن تكون حارساً لعدم اندلاع حرب عالمية ثالثة وحرب نووية، بعد أن أكد مذهب بوتين الجديد أن أي دولة تكون حليفة لروسيا يمكن تسليمها السلاح النووي وأن تكون بنفس شراكة بيلاروسيا. وهذا ما يؤهل صربيا إلى أن تكون الدولة النووية، وأيضا أن ينقل نفس ما كان عليه الأمر بين أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إلى روسيا، صربيا، بيلاروسيا، وهكذا. فهذا الثلاثي يوازي الثلاثي الآخر، ومثل هذا التطور يجعل من تركيا اليوم أمان حقيقي للحرب النووية والحرب العالمية الثالثة انطلاقا من مونترو مع البوسفور. الآن أصبح البوسفور لديه دور رئيس. اليوم تركيا وأردوغان، أمريكا ترغب في أن يبقى لسبب رئيس. لو لم يبقى أردوغان لانتهى الوضع في كوسوفو إلى الصدام النووي، وبوتين مستعد لذلك، فقد تحركت الورقة المناسبة في الوقت المناسب من أجل تأكيد أن موقع أردوغان في الساحة الدولية لم يمس. وأيضا بالنسبة على الأقل لتركيا، فتركيا لم تعلن الدولة التي تتجه إليها قواتها من ثراس الشرقية وباتجاه دول البلقان، وأصبح الدور بالنسبة لتركيا ليس مواجهة روسية وإنما تخفيض التصعيد في البلقان. وهذا ما يعني أن الاتصالات التي جرت بين أردوغان وبين بوتين تجعل من خفض الصراع أساسا، ومن ثم اقتسام النفوذ في المنطقة أساسا، لإبعاد النيتو من جهة، وجعل الوضع بين صديقين أكثر من أي وقت مضى. لذلك فالتقدم باتجاه وسط أوروبا والمزعج جدا لفرنسا تتقدمه روسيا، وهذا ما يرفضه على وجه الإطلاق الفرنسيون والألمان بعد حرب أوكرانيا وبعد سقوط ما يسمى بالنطاق الأوراسي. اليوم أمريكا ضد النطاق الأوراسي وضد النطاق الناطق بالتركية أو التراني، والنطاقان معا يحاولان أن يستمزجا وأن يتداخلا معا من أجل الوصول إلى تفاهمات، لا بشأن هذه الحدود في النطاقات على وجه التحديد. وبعد أن تسلم أردوغان وفي أذربيجان أكبر هدية استقلال ناغورنو كاراباخ واعتراف أرمينيا بناغورنو كاراباخ كجزء من أذربيجان، هذا تطور استثنائي بالنسبة لنطاق الدول المتحدثة بالتركية أو الناطقة بالتركية. إذن الأمر هنا دقيق جدا، تركيا تمنع الحرب، تمنع المواجهة النووية والحرب العالمية الثالثة من البلقان ومن البحر الأسود على حد سواء. وأيضا وهذا هو المهم، فإن شرق المتوسط إن لم تقم تركيا بنفس الأجندة وبنفس ما تراه من أهداف، فإن كل الوضع الجديد سيتحول مباشرة إلى حرب. لهذا فتركيا اليوم عندما استعادت قوتها، واليوم بحكومة جديدة لأردوغان، وأيضا دعم الحياد العربي الإسلامي انطلاقا من السعودية وهي ترأس الآن القمة العربية، وأيضا بالنسبة للمنظمة الإسلامية التعاون الإسلامي، كل هذا يسير اليوم نحو تعزيز الحياد
بقوة تركيا، وأيضا بمنع الحرب، لأن الصقور بعد أن طاروا، والمتابعين يتذكرون ذلك جيدا، وبتأريخ للأحداث، فإن البي وان بي عندما طارت في سماء كوسوفو وصربيا، كامل صربيا، كان واضحا أن الأمر يتعدى المواجهة العادية إلى مواجهة أخرى. فكان واضحا لقاء الرئيس الصربي مع السفير الروسي، ونقلنا ذلك بشكل مفصل. إذن معنى هذا أن تركيا اليوم تتحرك من أجل خفض التصعيد وعدم تحويل صربيا إلى نووية، وعدم جعل البلقان أساسا لحرب أخرى أوروبية من داخل أوروبا. واليوم تعاني أساسا أوروبا من حرب أوكرانيا وجبهة ثانية في أوروبا لن يخدم بأي حال الأمن الأوروبي المستقبلي تحت أي ظرف. إذن لدينا تركيا، ولدينا أهمية كبرى لحضور كوموندو وحضور سرية، وحضور أيضا ما كان في ديسمبر 2022 من نقل 11 شاحنة، لأن هذه الشاحنات مزودة بالصواريخ وبالمورشرز، وهذا يعني أننا أمام تسليح استباقي لكوسوفو من جهة، وثانيا اليوم من أجل خفض التصعيد بشكل واضح جدا وبخلق تسوية تحت أي ظرف. وهذه التسويات هي تشمل الآن ناغورنو كاراباخ، البلقان، في كل مكان يحضر فيه الأتراك وخصوصا أردوغان وبوتين، فإن تسوية ما أو على الأقل وضعية لا تسمح بالاشتباك أمر قائم. إن انطلاق الكتيبة 65 لفرقة المشاة الميكانيكية التركية من أركاديوبوليس أو لوليبوركاس من تراس الشرقية بكوموندو، وأيضا بالكتيبة وبتسليح كما ذكرناه في ديسمبر 2022، كل هذا يخدم بشكل واضح جدا أن هذه المنطقة من ثراس تشمل كلا من فيلق الثاني الأس أس نحو الجنوب، أيضا بالنسبة للخامس وكوموندو، والفيلق الثالث التركي. وفي مجال نقل الكوموندو لخفض التصعيد في دول البلقان، فإن تواتر هذه الفيديوهات يكشف إلى أبعد مدى أننا أمام تفاهمات رئيسة لخفض التصعيد في البلقان وإبعاده عن المواجهة، تحقيق اختراق روسي تركي ضد مجال نفوذ فرنسا، وأيضا مفهومها لأوروبا وأنها حامية أوروبا وأنها الراعية النووية لأوروبا وغيرها من المفاهيم الكلاسيكية. اليوم الأمر اختلف، لذلك فأمن أوروبا وفصل أمن أوروبا أو الأمن الأوراسي عن أمن الاتحاد ومن داخل الاتحاد، كل هذا أيضا منتهم. لذلك فإن فرنسا اليوم وأمام التفاهمات، تفاهمات عدم التصعيد في شمال أفريقيا انطلاقا من ليبيا، أيضا في ناغورنو كاراباخ وأرمينيا، وأيضا في البحر الأسود، وفي أغلب المناطق التي تتاخم فيها المصالح الروسية والتركية، أو على الأقل تقفان جنبا إلى جنب أمام المزيد من الاستقلالية عن الغرب. لذلك هو أردوغان حاليا وأمام وضع متوتر للغاية، فقد اعتمد على رئيس المخابرات الذي أصبح وزير خارجية. وهنا لابد من التذكير بأن الذي قاد العمليات في ليبيا هو وزير الدفاع الحالي، وأيضا الذي قاد العمليات الاستخبارية في شمال العراق وشمال سوريا و أيضا في بحر إيجا وقبرص وإلى ليبيا، فإن رئيس المخابرات هو الذي أصبح وزير خارجية الآن بتلك الخلفية الهائلة من الممارسة الاستخبارية. لهذا فإن الإطار العمليات للاستخبارات الآن أصبحت عمليات دبلوماسية أو عبر الدبلوماسية لتحقيق أيضا
الأهداف المباشرة للمخابرات، وهذه الخلفية خلفية عالية ستفيد بشكل واضح من أول لحظة لعدم إعلان الدولة التي ستقيم فيها الكتيبة 65 التركية. هذه أولا. ثانيا، عن الاتصالات ما بين رئيس المخابرات التركية ورئيس المخابرات الروسية قد يشكل حجر الزاوية عوض إثقال أردوغان وبوتين بهذه الملفات. الآن رئيس المخابرات الذي كان دائما على اتصال مع نظيره الروسي يحاول التسوية. إذا التسوية الاستخبارية لملفات القوقاز والبحر الأسود أصبحت هي السائدة. المسألة الأخيرة أن هناك أساسا بناء الاستراتيجية. الاستراتيجية الأساسية الأولى أن روسيا مع نطاق تراني، وهذا هو التطور الاستثنائي مع نقل ناغورنو كاراباخ إلى أذربيجان، يعني أن النطاق التراني لم يعد عدوا للأوراسي. التراني والأوراسي الآن قادران على حل جميع المشاكل من دون أدنى تدخل خارجي، وأن الأمر يتعلق بسيرورة الاتصالات وتعميق التفاهمات بشأن ما عليه الحال الآن في البلقان. إذن هذا تطور أساسي للغاية. المؤشر الثاني والمهم أيضا أن حركة الكتيبة 65 عبر كوموندو، هذا يعني عبر ماذا؟ عبر القوات الخاصة، وتحريك القوات الخاصة الآن وفي إدارة مدير الاستخبارات للخارجية، هذا يكشف إلى أي مدى الآن اللعبة أذكى وأكثر سرية، إذ أن نقل كوموندو إلى كوسوفو، وهذا الكوموندو للقوات الخاصة، هذا يعني أننا نتحدث اليوم عن منع حقيقي لأي تورط في حرب، لا من طرف الروس ولا من طرف الأتراك، وهذا يعني تفاهما إضافيا. وتركيا ومن داخل النيتو، والنيتو لا يستطيع الآن وأمام فتح جبهات، لأنه كان يرغب بفتح جبهات مع الصقور، فتح جبهة ضد صربيا، ومعرفة هل ستصل الاستراتيجية الروسية إلى صربيا وتحويلها أيضا إلى عش نووي في وسط أوروبا، هذا هو الذي حسمه بوتين بتأكيده أنها ستصبح نووية. فتراجع الغرب، فعادت الكرة مباشرة إلى تركيا، وهي المخاطب الوحيد المقبول لدى روسيا في أن تكون هي المشرفة على أي تفاهمات مع النيتو، لأنها تمر عبر الصديق التركي. وهكذا فإن إبعاد كوسوفو عن النيتو هو هدف لبوتين، وبالنسبة لتركيا فهذا امتداد طبيعي بتفاهمات مع الحلف الأوراسي، وأيضا بالتفاهمات هذه فإن نفس الوضعية حدثت مع ناغورنو كاراباخ، وبالتالي فإن نفس التسوية هناك وأيضا في كوسوفو أو في ناغورنو كاراباخ أصبحت اليوم بين تركيا وما بين روسيا، وهذا تطور استثنائي للغاية بعيدا عن الغلاف الأمريكي. ولو أن أمريكا تمرر هذه المرارة بكون تركيا في الناتو، وبالنسبة لروسيا فإنها تمرر ذلك بأن تركيا لم تؤمن لا بعقوبات ضد روسيا ولا أيضا بسياسة الناتو تجاه روسيا، ولذلك فإنها تتفاهم مع صديق استراتيجي. الصداقة الاستراتيجية والشريك في البحر الأسود والشريك في المنطقة، في المنطقة التورانية الأوراسية، وهذه المناطق الصعبة هي التي يحاول الآن أردوغان وبوتين الوصول إلى تفاهمات بشأنها، وهي عشرات التفاهمات
التي يقودها الجميع من أجل عدم صدام النطاقين التراني والأوراسي في هذه المرحلة الدقيقة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.